شايفه التشكيل المناسب ايه لمباراه الكونغو؟ مش هعدل كتير على التشكيل. عجبك الشاي؟ جميل. عجبني ان جيمي خد نص الفقره. لا بس جيمي، بس جيمي، جيمي جميل بصراحه. شاطر. مش يعني نفسيه بقى هنعمل ايه؟ براحتك براحتك. ما شاء الله والله جيمي جامد. تتفق ولا تتفق ولا تختلف؟ لا اتفق طبعا. صح شاطر جدا بصراحه يعني. حبيبي سمر، انت شايفه التشكيل ايه؟ مش عايز تقولي تعليق على جيمي اصلا. ماشي. شايفه التشكيل المناسب ايه لمنتخب مصر؟ والله انا مش شايفه اختلاف في اللي قاله ابراهيم، بس كنا انا وابراهيم بنتكلم قبل الهوا ان هو حاسس ان ممكن فيتوريا يعمل مفاجاه ويفاجئنا كلنا وما ينزلش بابو جبل وينزل بمحمد صبحي اصلا. تخيل. لا ما اظنش. مش عارفه بس احنا فعلا كنا بنتكلم قبل الهوا في البوينت دي ان هو اصلا هو لما لعب مباراه تنزانيا بحد غير الشناوي هو لعب محمد لا صبحي. وكان عايز يشوف محمد صبحي عشان بقاله كتير ما بيلعبش، يعني عايز بس يتاكد ان هو تمام جاهز. بس اعتقد لا ابو جبل، حتى الكلام اللي جاي لنا من هناك ابو جبل لكذا سبب، ان ابو جبل رجله في الملعب ده واحد، اتنين خبرات كبيره جدا، البطوله اللي فاتت موفق جدا فيها، عنده ثقه هذه البطوله في الادوار ديت، فما اظنش ابدا هيلعب محمد صبحي تصوري يعني. بس يعني انا برضو علامه استفهام كبيره اللي انا مش فاهماها هو ياسر ابراهيم فين؟ ما هو انت لو لعبت بياسر ابراهيم جنب محمد عبد المنعم انت هتوفر على نفسك انسجام. الاثنين متعودين على اللعب جنب بعض. ياسر يعني اختلف جمله وتفصيلا. ليه طيب؟ ياسر لعيب عظيم، مدافع هايل. بس التقليل من احمد حجازي او انه احمد حجازي مش في مستواه، مش بقلل منه. ما انا هقول لك بس، انا هقول لك تفصيله يعني بس. انا في بدايه كلامي قلت لك انا مش معترض على العناصر، انا معترض على لا لا انا اقصد، انا اقصد التقليل من احمد حجازي في البطوله دي، مش بتكلم بشكل عام. احنا كلنا معترفين ان احمد حجازي واحد من اهم المدافعين اللي جم منتخب مصر، مش جاهز بشكل كامل. التفصيله اللي كان لسه دلوقتي شارحها جيمي. تمام. انا شايف ان طريقه اللعب بتاعت روي فيتوريا هي مرات كل المدافعين بتوع منتخب مصر مش بس حجازي. والدليل ان حجازي حتى كان راجع من اصابه في كاس الامم الافريقيه وكان بيلعب. حجازي الونش كان بيبقى مصاب ويرجع من اصابه في كاس الامم الافريقيه اللي فاتت في نفس البطوله وكان بيلعب كويس مع كروش. ليه؟ منظومه دفاعيه بتحمي المدافعين. انا تصوري يعني انه مشكله حجازي في سباقات السرعه، عبد المنعم في سباقات السرعه، كلها مساحات كبيره بيشتغلوا عليها، فده اللي بيخليهم يظهروا بشكل مش كويس. لو المنظومه اتعدلت حجازي هيظهر بشكل رائع جدا. طيب خليني اسالك سؤال. طبعا. هو في اول ماتش اللي هو ماتش موزمبيق محمد هاني ومحمد حمدي يعني انت شايف ان هم كانوا مقصرين ولا طريقه اللعب اللي ظلموهم؟ انا شايف ان الاثنين اتظلموا. طب احنا متفقين بجد الاثنين اتظلموا. ايوه احنا متفقين انه خط الدفاع هو زي ما كان لسه جيمي صارح ده شرح جيمي قال حاجات كتير. لا لا اقصد الجزئيه المهمه جدا اللي هي بتاعه ان هم بيلعبوا في مساحات بعيده عن المرمى بكتير، فبيضطروا طول الوقت في كرات يشتغلوا على مساحات كبيره جدا. فانت كمشاهد او كمحلل بيشوف انه اللعيبه دي بتتورط كتير قوي في اخطاء. بنتكلم على خط الدفاع بالكامل بكل اللعيبه اللي لعبت بصراحه. فانا شايف ان حجازي سنه مظلوم اعلاميا وهو بيتحط في مواقف صعبه. لا هو راجع من اصابه فعلا. وده الحاجه الوحيده اللي تخلينا يعني نقول ان هو طبيعي انه يبقى بعيد عن مستواه. حلو. بس يعني برضو زي ما اختلفنا هو البطوله دي ليها اكتشافات يعني. انا شايفه ان مصطفى محمد اثبت البطوله دي انه مهاجم متكامل خطير ما فيهوش غلطه. صح. يعني مهاجم فعلا رجعنا كده سنة مهاجم المنتخب مصر طبعا. وعمر مرموش كويس وعدينا مرحله بقى انه صلاح بس اللي في المنتخب. انت طالع البطوله دي بتريزيجيه. تريزيجيه يعني عامل برضو بيلعب يعني بس تريزيجيه كده كده طالعين بيه من زمان. بس زي ما انت قلتي مرموش يعني مصطفى محمد بيلعب معانا من زمان، بس مصطفى الان نضج يعني بقى مصطفى مهاجم عالمي. مصطفى فعلا مهاجم يعني متكامل ما فيهوش غلطه يعني. مرموش كمان بعد ما كان اللي هو ايه منتخب مصر كسب لاعب جاي، لا بقى لاعب جامد. وزي ما انت قلتي يعني انه بقى مش بس صلاح اللي عندنا، في لعيبه تانية كويسه نعتمد عليها. طب التشكيل كله مش تختلفي مع ابراهيم؟ لا مش هختلف مع ابراهيم غير بس في زي ما قلت كده ان انا يعني هرجح ان ياسر يبقى جنب عبد المنعم ويبدا بعمر كمال بدل هاني، وفي الشوط الثاني هاني اللي ينزل. حلو. دي التبديله لانه فيتوريا بيغير مركز بمركز. حلو. ما بيغيرش. تراهنيني ان جيمي هيختلف معاك انت وابراهيم؟ طبعا من غير مراهنك. انا موافق. من غير مراهنك كده كده هيختلف.